بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الشباب. نبدأ اليوم إن شاء الله المحاضرة الخامسة أو اللقاء الخامس. وهو استكمالا للمحاضرة السابقة. وننتظر بس دقيقتين اتنين، لان لو بدات اللي هينضم الينا مش هيستوعب اللي انا بقوله. ننتظر بس دقيقتين اتنين شويه. اللقاء الرابع يا شباب، احنا كنا بنتعلم فيه تسجيل العمليات المحاسبية في صورة ثلاث خطوات. ان احنا بنحدد في البداية اطراف العملية، وهي في صورة اسامي او مصطلحات يصلح ان احنا نموضها كاصل او التزام او راس مال. الخطوة الثانية إن كل طرف من الطرفين له قيمة مساوية للطرف الآخر. الخطوة الثالثة إن إحنا بنحدد مقدار الزيادة أو النقصان في كل طرف من الطرفين. اللقاء اليوم هو استكمال للمحاضرة الرابعة. وبيكون في الاختبار أسئلة مرتبطة بهذه المحاضرة والمحاضرات القادمة لا تقل عن 60% من الاختبار. فمحاضرة اليوم من الأشياء المهمة جدا بالنسبة لك وانت بتدرس مبادئ المحاسبة المالية، وبالتالي أهمية قصوى بالنسبة لنا وإحنا بنضع اختبار للمبادئ. في الحياة العملية بتكون العمليات أكثر تعقيدا. يعني إيه أكثر تعقيدا؟ لو تخيلت شركة زي المراعي أو نادك أو شركة زي الاتصالات السعودية، عندها كم عمليات في اليوم الواحد كثير جدا. فابتدا المحاسبين يطوروا فكره التسجيل في الدفاتر المحاسبيه اللي بداناها في اللقاء الرابع. طب يطوروها ازاي؟ فكان التطوير ان بدا ينشا عندنا شيء في دفاتر الشركات اسمه الحساب، اللي انت ممكن تسمعها في الحاله العمليه يقول لك حسابات الشركه. والشيء الثاني اللي طوروه ما يسمى بقاعده القيد المزدوج، او ما يسمى بالندين والدائن في المحاسبة. محاضرة اليوم هو إلقاء الضوء
على ايه المقصود بكلمة الحساب، وايه المقصود بقاعدة القيد المزدوج في المحاسبة. ايه موضوع الحساب في المحاسبة؟ قال لك والله انت بتسجل في المحاسبة او في دفاتر الشركة بناء على معادلة محاسبية مضمونها ان الاصول اي ممتلكات الشركة تساوي الالتزامات زائد حقوق الملكية او رأس مال الشركة. فبدل ما نسجل اصول اعمدة مثل اللقاء السابق، طب ما تيجي نشتري دفتر اللي انت بتسجل فيه المحاضرات ونخصص صفحة مستقلة لكل اصل من اصول الشركة. يعني لو ممتلكات الشركة ممثلة في اراضي، مباني، الات، معدات، يبقى صفحة للاراضي، صفحة في الدفتر للمباني، صفحة اخرى للمعدات، صفحة اخرى للالات، صفحة اخرى للنقدية، وهكذا. طب الالتزامات نفس الشيء، نقسمها انواع ونخصص صفحة لكل نوع. فهيكون عندي مثلا صفحة للموردين، صفحة للقروض، صفحة الرواتب المستحقة اللي هي كلها انواع التزامات احنا ذكرناها في اللقاءات السابقة. ورأس المال نفس الشيء، او المصروفات، صفحة مستقلة كل مصروف، مصروف ايجار، مصروف كهرباء، مصروف تليفونات، مصروف اعلان. طب والايرادات نفس الشيء. طب احنا ليه في المحاسبة وفي الحياة العملية أخذنا الممتلكات وكل نوع من أنواع الممتلكات خصصنا له صفحة مستقلة بذاتها؟ يعني كان أصبح عندنا صفحة اسمها صفحة النقدية. إيه الهدف من إن أنا يبقى في عندي دفتر وأول صفحة جواه اسمها النقدية؟ ان انا اسجل في هذه الصفحة كل ما يتعلق بالنقدية. يعني لما اقبض نقدا اسجل فيها ان انا حصلت 1000 ريال. طب صرفت 200 ريال اسجل فيها ان انا صرفت 200 ريال. طب صرفت 400 ريال اسجل فيها ان انا صرفت 400 ريال. دي صفحة النقدية. طب الصفحة الثانية، وليكن مثلا الأراضي، أسجل جواها كل ما يتعلق بالأراضي. لما أشتري أراضي أسجل إنها شريط أراضي، يعني الأراضي زادت. لما أبيع أراضي أسجل إن أنا بعت أراضي، بحيث الصفحة دي في نهاية السنة أجيب لها المحصلة النهائية او احسب لها المحصلة النهائية، فتكون هي رصيد العنصر. فيبقى عندي صفحة بستخرج منها رصيد النقدية، صفحة بستخرج منها رصيد المباني، بدل فكرة الاعمدة اللي كنا بنحل عليها في المثال السابق. طيب يبقى انا لو جيت قلت لك في الاختبار ايه هو الحساب، موجود انا عملت تعريف، هو سجل محاسبي، يعني صفحة أو دفتر يستخدم لتسجيل التفاصيل المرتبطة بالنقص أو الزيادة اللي بتحدث في أحد عناصر الأصول أو الالتزامات أو حقوق الملكية أو المصروفات أو الإيرادات خلال فترة زمنية معينة. ده تعريف الحساب. طيب شكله بيبقى إزاي في الحياة العملية؟ يعني الصفحة اللي انت سميتها لي حساب النقدية دي بيبقى شكلها ايه؟ الصفحة بنعطيها عنوان،
وقبليها كلمة حق. حق دي بننطقها في المحاسبة حساب. طب نطلق على الصفحة حساب النقدية، لو أنا مسميها النقدية. طب الآن لو مسميها الأراضي بسمي حساب الأراضي، لو مسميها المباني بسمي حساب المباني. والصفحة جانبين فكرة حرف تي، والصفحة جانبين بفكرة حرف تي. طب هتقول لي حرف التي ليه؟ عشان يمة أو جهة هسجل فيها مقدار زيادة، وجهة أخرى هسجل فيها مقدار النقصان. مقدار الإيه؟ النقصان. بس قبل ما أكمل، قبل ما أكمل حضراتكم، ممكن حد يقول لي اللي أنا بكتبه ده أنطقه إيه؟ ما هو محدش عارف. يا شباب في رقم انا كتبته، انطقه ايه؟ ايوه ماشي، ليما زائد الف. طب ممكن نقول عليه موجب الف او زيادة الف؟ ممكن نقول عليه موجب الف؟ قولوا لي نعم ام لا. والله قلبت فجأة كده في الرياضة يعني، مش كده؟ طب الرقم ده سالب ألف أو ناقص ألف، صح؟ أنت عرفت منين؟ إنك أنت وأنت بتدرس في الرياضة قال لك هذه العلامة علامة الموجب، وهذه العلامة علامة السالب. فلو انت حطيتها ده الرقم اللي علامة الموجب، يبقى معناه ان في مقدار موجب او زيادة في مقدار 5 مقدار 6. طب علامة السالب لو انت حطيتها ضرب 5 تنطقها سالب 5، او في نقص ب5، يبقى علامتين الموجب والسالب ده اختراع. محدش يقول لي مين اللي قال عليهم، الشباب بتوع الناس او بتوع الرياضة هم اللي اخترعوا إشارات الموجب والسالب عشان تسهيل العمليات الحسابية. إحنا بقى في المحاسبة اخترعنا إشارتين مقابلتين اسمهم مدين ودائن. مدين ودائن. إيه بقى فكرة المدين والدائن؟ قال لك والله أنا لما أسجل في دفاتر الشركة أنا هسجل كل عملية في صورة طرفين أحدهما مدين والآخر دائن ومتساويين في القيمة. قبل ما أكمل بس يا شباب، أنا لا أسأل عن فيديوهات يوتيوب بتشرح محاسبة على الجوجل. الموضوع اللي هبدأ فيه الآن، احنا في اللقاء رقم 5، هيستمر معانا إلى اللقاء رقم 11. فعشان كده بقول هو له جزء كبير من الأسئلة في الاختبار، فما تسمعش كلام من طرف اخر غير اللي انا هقوله. نرجع بقى نقول تاني، ايه بقى موضوع المدين والدائن؟ قال لك والله احنا عشان نواجه كميه العمليات الكبيره اللي بتحصل في الحاله العمليه، احنا هناخد العمليات دي ونحللها الطرفين. طب هعرف الطرفين منين؟ مثل اللقاء الرابع يكون لهم مكان في المعادلة المحاسبية، والطرفين متساويين في القيمة مثل اللقاء الرابع، أحدهما زاد والآخر نقص، أو الاثنين زادوا أو الاثنين نقصوا مثل اللقاء الرابع.
طب فين بقى المدين والدائن؟ لما امر بالثلاث خطوات دولت، الخطوه الرابعه وانا بسجل في الدفاتر احدد احد هذين الطرفين مدين والاخر دائن. طب هتقول لي اعطيني مثال عشان اعطيك مثال انت تشتغل معايا. لو قلت لحضرتك شراء ارض نقدا ب 20,000 ريال، يبقى احنا اشترينا الارض ودفعنا ثمنها نقدا، فضلا ان انا اجاوبه ان انا اساله الجواب على قده. من هما الطرفين؟ ارجع للقاء الرابع بقى في ذهنك، ما ماليش دعوه باللقاء الخامس. اهو اول كلمه الارض والمال دي ما اتقالتش مني خالص. ولا البائع ولا المشتري. انا بقول مين الطرفين. وبالمناسبة يا شباب، بالمناسبة يا شباب، إذا كان أحد من الشباب لم يهتم بمذاكرة المقرر يلحق نفسه يذاكر اللقاء الرابع والخامس قبل ما ينضم لينا اللقاء السادس. أنا لا قلت لا مدين ولا دائن، أنا قلت زي اللقاء الرابع. مين الطرفين؟ لسه ولا واحد جاوب صح. غير 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 غير، لا اروى جاوب صح. اروى جاوب الصح، قالت نقديه وارض. بالليه جاوب الصح، نقديه وارض. الشيخ كالعاده قال لي طرف وعلقني، ما قالش الطرف الثاني. تمام. احنا بقى قلنا نحدد في النقاط الرابع الطرفين ازاي. اقرا العباره واحدد اسمين او طرفين لهم مكان في المعادله المحاسبيه. فالطرفين الارض اصل، يبقى لهم مكان في المعادله المحاسبيه. والنقديه اصل، يبقى لها مكان في المعادله المحاسبيه. يبقى الطرفين لما اقول لك هم مين في الاختبار، لان ده هتتسال فيه، تقول لي لازم تكون محدد اسامي صح. ما تقوليش الاصول، لازم مثلا تقول لي الارض. ما تقوليش نقدا، تقول لي النقديه، لانك مش هتلاقي نقدا في الاختيارات. نقدا دي تعبير عن الحاله، انا بشتري على الحساب ولا بسدد نقدا. يبقى الارض والنقديه هم الطرفين. لما اقول لك قيمه كل طرف كام، تقول لي مثل اللقاء الرابع، تقول لي مثل اللقاء الرابع 20,000 ريال. لما اقول لك هو مين اللي زاد في الطرفين ومين اللي ناقص، تقول لي مثل اللقاء الرابع ان الارض زادت ب 20,000 ريال، ان الارض زادت ب 20,000 ريال، والنقديه نقصد ب 20,000 ريال اللي موجوده في حاله الشركه. الثلاث خطوات اللي انا قلتهم دولت ده اللقاء الرابع اللي تقريبا لسه ما اتذاكرش. واذا اجلنا من اللقاء الرابع على الخامس على السادس مش هنذاكره، صدقوني مش هتعرفوا كتير معايا في المقرر، مش هتستوعبوه. ليه؟ المحاضرات متشبكه مع بعض، وهتعرف دلوقتي ليه. ايه بقى قاعده القدر المزدوج؟ بعد ما تحدد لي الطرفين ان هما الارض والنقديه، وتحدد لي ان الارض زادت ب 20,000 ريال، والنقديه نقصد ب 20,000 ريال ان هو اللقاء الرابع، تروح ماسك طرف طرف. من عندي طرفين، الاراضي والنقديه، هتبدا باي منهما مش فارقه. فهتبدا مثلا بالارض. هي الارض يا شباب احد عناصر الاصول
ولا الالتزامات؟ أصل الله يرفع عليك، صح؟ رجاء بقى سجل القاعدة اللي هقولها عندك، سجل القاعدة اللي هقولها عندك. إذا كان أحد الطرفين أصل، أحد الطرفين أصل، وأنت حددت إن هو في العملية دي زاد، يكون مدين. يبقى الأرض أصل، وفي هذه العملية زادت، يبقى الأرض في هذه الحالة هي الطرف المدين. طب لو العكس حصل، يعني أصل نقص يكون دائم، ما تجيش بقى وانت بتذاكر تحفظ تقول ايه ان الزيادة مدينة والنقصان دائم، غلط. وانت بتذاكر ما تحفظش ان الزيادة مدينة والنقصان دائم، خطأ. ليه؟ هتعرف كمان دقيقتين اتنين. دي القاعدة الأولى اللي المفروض تبقى ضاري وأنا قاعد بذاكر مقرر مبادئ المحاسبة المالية. ما تحاولش تحفظها وبعدين تذاكر. ليه؟ لما تيجي تطبق عليها تنساها. أمال هفضل أبص للملاحظة اللي ضاري لحد متى؟ لحد ما تحفظها مع كتر انك بتذاكر في الشرايح بتاعتك. تعالى بقى نطبق المثال على القاعده دي. انا محدد الطرفين هما الارض وزادت ب 20,000 ريال، والنقديه وزادت ونقصت ب 20,000 ريال. اكمل بقى اللقاء الخامس، اقول ايه؟ الارض أصل وزاد، يبقى هو الطرف المدين للعملية. طب النقدية، النقدية أصل ونقص، يبقى هو الطرف الدائن للعملية. إذا مدين ودائن هنا مش معناها لغوي، يعني مش معناها واحد أقرب، طرف أقرب الآخر، ليس كذلك. أمال معناها إيه؟ إنها إشارتين، مدين ودائن، عشان لما نعد الميزانية في آخر السنة يكون ضامنين إن إجمالي الأصول يساوي إجمالي الالتزامات زائد رأس المال. طب تعالى ناخد بعض الأمثلة اللي كنا بنقولها في اللقاء الرابع ونكمل عليها قاعدة المدين والدائن. يعني أنا دلوقتي هراجع بعض الأمثلة أو شبيهة بيها في اللقاء الرابع وهكمل عليها قاعدة المدين والدائن. ولكن قبل ما نبدأ إحنا ملينا قاعدة بنقول إيه؟ إن الأصل لما يزيد يكون هو المدين، والأصل لما ينقص يكون هو الدائن. طب والالتزامات؟ يعكس الالتزامات لما يزيد تكون دائن. طب والالتزامات لما تنقص تكون مدينة. ما تقوليش بقى القواعد كتيرة، ما احنا هنكتبهم في ورقة ضربة. طب لو مصروف او مسؤولات شخصية، يعني زي مصروف الإيجار، مصروف الإنارة، مصروف الإعلان، يكون مدين بدون ما تفكر هو في زيادة ولا نقصان. طب لو الإيراد
أو الأسعار يكون دائم من غير ما فضل زيادة ونقصان. أنا مجمع لك القواعد كلها حتى مجمعهم في المثال اللي أقوله الآن. ورأس المال دائم تعالى بقى نبدأ المثال كده شوفي أنا أقوله إزاي الآن. في اللقاء الرابع لو أنا قلت لك تكوين شركة برأس مال 10,000 ريال نقدا، بسألك في اللقاء الرابع مين الطرفين؟ يقول لي النقدية ورأس المال. أنت بقى تعلى دلوقتي بنفسك، يعني تنطقهم باللغة المحاسبية، فبدل ما تقول النقدية تنطقها باسمها، يعني تقول لي حساب النقدية. بدل ما تنطق رأس المال بس، لا تسميه حساب رأس المال. طيب، ده اللي في اللقاء الرابع. كنا في اللقاء الرابع بنقول ايه؟ ان الطرفين مبلغهم واحد، حساب النقدية 10,000 ريال وحساب رأس المال 10,000 ريال. ده اللقاء الرابع. كنا بنقول لما تتأسس الشركة في اللقاء الرابع يبقى حساب النقدية هيزيد ب 10,000 ريال وحساب رأس المال هيزيد ب 10,000 ريال. ده في اللقاء الرابع. طب ايه بقى اللي هيزيد عليها في اللقاء الخامس؟ او احدد ازاي المدين والدائم؟ امسك حساب حساب، يعني على مهلي، شوف انا هنطقه ازاي. او الحساب النقدية هو اصل من اصول الشركة، وفي هذه العملية زاد، والقاعدة بتقول الزيادة في الاصل تكون مدين، يبقى حساب النقدية مدين. اترك حساب النقدية، امسك حساب رأس المال. او الحساب رأس المال في هذه العملية زاد ب 10,000 ريال، وهو مالين القاعدة دلوقتي بيقول ان رأس المال دائم، يبقى رأس المال هيكون دائم ب 10,000 ريال. ايه بقى موضوع القيد المزدوج ده؟ ايه موضوع القيد المزدوج؟ ان احنا بنسجل العملية في اي شركة في صورة طرفين، حساب النقدية وحساب رأس المال، ومتساويين في القيمة اللي هما 10,000 ريال، وأحد هذين الطرفين يطلق عليه مدين والطرف الآخر يطلق عليه دائم. دي معنى كلمة القيد المزدوج. بسجل العملية في صورة طرفين أحدهما مدين والآخر دائم ومتساويين في القيمة. طب تعال على شراء أثاث مكتبي على الحساب بمبلغ 20,000 ريال. أثاث مكتبي تسميه أثاث مكتبي، تسميه معدات مكتبية، دي مصطلحات متشابهة، مصطلحات متشابهة. فلما أقول لي شراء أثاث مكتبي على الحساب مبلغ 20,000 ريال، أنا همشي للقاء الرابع أهو، أقول الطرفين معدات مكتبية وموردين. بس لما أنطقهم بقى الآن وأنا تقدمت شوية في المحاسبة، فهسميهم حساب معدات مكتبية وحساب موردين. طب ليه الموردين او الدائنين؟ لانه قال لي شراء اثاث مكتبي على الحساب، يعني هدفع في المستقبل. فاصول الشركه زادت ممثله في المعدات المكتبيه، والتزامات الشركه زادت ممثله في الموردين. الى هنا ده اللقاء الرابع.
اكمل بقى من اللقاء الخامس ازاي؟ اتجه لحساب حساب، نبدا بحساب معدات مكتبيه، او الحساب معدات مكتبيه احد اصول الشركه، وفي هذه العمليه زاد بمقدار 20,000 ريال، اذا هو الطرف المدين في القيد المحاسبي او القيد المزدوج. تمام؟ انقل لحساب الموردين، او الحساب الموردين هو احد عناصر الالتزامات اي الديون اللي على الشركه، وفي هذه العمليه هذا الالتزام زاد، وهو مدين قاعده ان الالتزام لما بيزيد بيكون دائم. اذا حساب الموردين هو الطرف الدائم للعمليه. طب ننقل على الخطوه اللي بعديها او العمليه اللي بعديها. بيقول لي اداء خدمات لبعض العملاء بمبلغ 30,000 ريال تم تحصيلها نقدا. احنا متفقين لما يقول لي اداء خدمات يبقى بيتكلم على اسعار، يسميها اسعار صح، يسميها ايراد خدمات صح. فهو قال لي في ايراد خدمات حصلناه نقدا، يبقى الطرفين النقديه وايراد الخدمات. والنقديه زادت ب 30,000 ريال اللي احنا قبضناهم في ايدينا. الى هنا برضو اللقاء الرابع. طب اكمل اللقاء الخامس ازاي؟ او الحساب النقديه هو احد اصول الشركه، وفي هذه العمليه زاد بمقدار 30,000 ريال. والقاعده بتقول ان الاصل مثل النقديه، لما يزيد يكون مدين. اذا حساب النقديه في هذه العمليه هو الطرف المدين. طب الايرادات، هو مدين قاعده ان الايراد ما فكرش فيه، هيبقى هو الطرف الدائم. طيب سداد مصروف ايجار نقدا ب 10,000 ريال، يبقى النقديه لدى الشركه مقصود. وعندي مصروف الشركه دفعته ومصروف الايجار، يبقى طرفي العمليه هو حساب مصروف الايجار وحساب النقديه. طب ما انت في اللقاء السابق كان مصروف الايجار بتقول لنا بينقص راس المال. نعم، ده لو انا بشتغل في معادله حسابيه رياضيه اللي كنا بنعملها دي معادله رياضيه. انا الان بقول لك بنسجل ازاي في دفاتر الشركه وليس معادله رياضيه، فلازم كل شيء يتسمى باسمه خلاص. الايراد هيتسمى باسمه، المصروف هيتسمى باسمه، المسحوبات الشخصيه هتسمى باسمها. طب انا هميز ازاي في الاختبارات؟ لما نخلص اللقاءات ان شاء الله هتلاقي في ملف مراجعه الاسئله، يبقى ده شبيه بالاسئله اللي بتجيلك. وفي نهايه كل لقاء انا كنت بقول اسئله في اللقاءات السابقه، هي دي نمط الاسئله هنسال فيه. تمام؟ يبقى لما اقول لي سداد مصروف ايجار مبلغ 10,000 ريال نقدا، اقول يبقى الطرفين مصروف الايجار والنقديه. طب النقدية في الشركة نقصت ولا زادت؟ نقصت، لأن دفعنا مصروف الإيجار. عاوزين بقى نعرف مين مدين ومين الدائن؟ أقول هو مدين القاعدة إن أي مصروف مدين، يبقى ده مصروف الإيجار مدين. وحساب النقدية أصل في هذه العملية نقص، وهو مدين القاعدة إن الأصل لو نقص هيكون دائن. يعني هل من الممكن يا دكتور، ده السؤال اللي هيدور في ذهنك الان، عاوز تسالني هل من الممكن لو انا حددت طرف يبقى الثاني عكسه؟ بمعنى انت عارف ان مصروف الايجار مدين
يبقى ممكن من غير ما افكر اقول يبقى المقضيه دائم؟ نعم. ليه؟ كل عمليه هما طرفين، واحد مدين واحد داين، اذا استحاله تكون هناك عمليه الطرفين بتوعها مدين، او هناك عمليه الطرفين بتوعها دائن، او هناك عمليه طرف واحد. يبقى انت لو متمكن من طرف تقول التاني عكسه، زي القادمه دي بيقول لي اداء خدمات لبعض العملاء مبلغ 20,000 ريال على الحساب. احنا قلنا اداء خدمات يبقى بيكلمني على اتعاب او ايراد، يبقى ده الطرف الاول حساب ايراد خدمات. وطالما على الحساب قلنا في اللقاء الرابع معناها ان انا اديت الخدمه للزبون بس لسه ما قبضتش الثمن في يدي. هذا الثمن اللي هو ال 20,000 ريال هم ملكي، ولكن عشان انا هقبضهم في المستقبل قلنا في المحاضرات السابقه ينسميهم العملاء، ينسميهم المدينون، وبيعتبروا اصل من اصول الشركه. اذا اداء خدمات مبلغ 20,000 ريال على الحساب، لما اقول لك الطرفين مين؟ تقول لي المدينين وحساب ايراد الخدمات. انا بقى جالس في الاختبار متاكد ان ايراد الخدمات دائم، لان انا مليت قاعده ان الايراد والاتعاب دايما دايما. من غير ما افكر بقى تقول يبقى المدينون هم الطرف المدين. طيب قام صاحب الشركة بسحب مبلغ 5,000 ريال للاستخدام الشخصي. قلنا الاستخدام الشخصي في المحاضرة الرابعة واللقاء الرابع معناها مبلغ للصرف على المنزل حق صاحب العمل، فهنسميها مسحوبات شخصية وهنعملها معاملة المصروفات. يبقى المسحوبات الشخصية لازم تكون مدينة، لأن المليك قاعدة إن المصروفات مدينة. يبقى أكيد حساب النقدية هو الدائن، أو عكسنا إن حساب النقدية أحد الأصول ونقص في الشركة يبقى هو الدائن، يبقى أكيد المسحوبات الشخصية هو المدينة. اللقاء اليوم كان الهدف منه شيء واحد بس، ان احنا نبدا نعرف احنا ازاي بنسجل مدين ودائن، او بنحدد او بنميز مين المدين ومين الدائن. اللقاء القادم ان شاء الله ربنا احيانا من الاربع. على فكره اللي هيتغير لقاء ربنا يعينه. اللقاء القادم ان شاء الله هنبتدي نظهر لك او نوري لك او نعرف لك دفاتر الشركه دي بتصمم ازاي؟ في انواعها اللي هم بيسجلوا جواها، ازاي بنسجل في دفاتر الشركه بصوره مدين ودائن الى ان يتم اعداد القائمه الماليه. امال القائمه الماليه اللي عديناها في المحاضره او اللقاء الرابع كانت بتاعت ايه؟ كانت بتاع شركات برضه، بس احنا اعدناها من خلال المعادله المحاسبيه. انما هنبتدي بقى في اللقاء الرابع والخامس والسادس لحد ال 11 التعمق اكثر في الحياه العمليه. طيب لو انا سالتك بقى السؤال دلوقتي، شراء مبنى 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 على الحساب، مين الطرف المدين؟ مالكش دعوه بتمت، مين الطرف المدين؟ خليك جدعان وجاوبه بقى. بقول شراء مبنى على الحساب، مين الطرف المدين؟ المدين. ها؟ ما انا مش هجاوب لحد ما كتير يكتبهم عشان ما حدش. عبد العزيز، الارض غير المبنى،
رأس المال ليه يا ميجي؟ يعني ده رأس المال ليه؟ هو رأس المال كان مكتوب في العبارة اللي أنا قلتها؟ ها؟ أيوه كده. الشباب اللي اتأخر في الكتابة أنا أحييه، اللي هو اتأخر في الرد. ليه؟ ما استعجلش. هو فكر واحدة واحدة، وأنا عاوزة كده في الاختبار. لما أقول شراء مبنى على الحساب، ما هو مثل شراء أساس على الحساب أهو. هو احنا نختلف يا نداء؟ انا شلت الاساس وخليته المبنى. شراء مبنى على الحساب يبقى الطرفين المباني والموردين. المباني اصل وزاد، ده اللقاء الرابع اللي لسه ما اتذاكرش، يبقى هو الطرف المدين. تمام؟ لا البرد بس شغال عندي يا اصاله، البرد لسه ما خلصش من عندي. تمام، بلاش المبنى خالص. شراء سياره مبدل، على فكره الاختبار بيبقى كده، شراء سياره مبدل. مين الطرف الدائن؟ يعني انا بعطي لك عمليه في الاختبار وبقول لك مين مدين ومين الدائن. شراء سيارة مبدل، من الطرف الدائن؟ أنا منتظر حد تكتبه شوية بس. النقدية، الله يفتح عليك، النقدية يا نداء ده انا مدي تحذير اول اللقاء. محفظتي الزياده مدينه ولا متصل مدينه؟ شوف انا هنطقها ازاي. شراء سياره نقدا، يبقى النقديه طرف وهيقل في الشركه، وهو احد الاصول. القاعده اللي انا مليتها ان الاصل لما ينقص يكون دائن. الله يفتح عليكم اللي كتب النقديه. طيب أسعار نقدا، مين الطرف المدين؟ يعني أسعار أديناها وحصلنا الثمن نقدا، مين الطرف المدين؟ يعني ده الله يفتح عليك يا نداء، ده أنا ملي قاعدة إن الأسعار دايما. أنت جميل، أنا مش ملي قاعدة الأسعار دايما، يبقى النقديه هي المدينه. الله يفتح عليك. طيب سداد مصاريف كهرباء نقدا، من المدين؟ سداد مصاريف كهرباء نقدا، على فكره هي دي الامثله اللي بنجيبها في الاختبارات، بس بنحط قيمه. يعني اقول مثلا سداد 1000 ريال مصاريف كهرباء نقدا، أو أيوه اكتب طلع لي جوه. بصوا يا شباب، أحد الأهداف إن أنا بسألك في نهاية اللقاء إن لو في شيء خطأ مش منك خليه مني أنا، أنا وصلت خطأ ألحق أتداركه. أنا وأنا شغال في اللقاء الحقيقي قلت لك إيه؟ حذاري إنك تقول لي المصروفات، ما تتكلمش بصفة الجمع، قول لي زي نوير مصاريف الكهرباء، قول لي مصاريف الإيجار، قول لي مصاريف الكهرباء زي ريم. تمام؟ إنما ما أقدرش أقول المصاريف، ما اقدرش اقول المصروفات. يعني بنسجل في دفاتر الشركات، بنسجل كل مصروف باسمه، مصروف الايجار، مصروف الرواتب، مصروف الاعلان، مصروف التامين.
لا نستطيع ان احنا لا نستطيع ان احنا نكتب في المحاسبه في الحياه العمليه او في الدفاتر المصروفات. عشان كده والله يا اصاله قلت من غير ما اعرف، قلت ايه اللي فاتوا اللقاء الرابع، يعني ما انضمش ليه اللقاء الرابع، هو مرفوع على موقع العماده، اخش اسمعه واذاكر اللقاء الرابع والخامس قبل ميعاد اللقاء السادس. ليه؟ اللقاء السادس هيبقى اللقاء الرابع والخامس وبنضيف جزئيه صغيره في المقرر. ما هو اللي انا سويته ايه الان؟ ان ثلاث ارباع المحاضره هي في اللقاء الرابع. وبعدين مشكلتي في الجزء الصغير من المقرر ازاي اقول المدين والدائن. المره القادمه ان شاء الله هبقى بزود عليهم شيء صغير. تمام؟ صح. وانا مدي التحذير ده من اول لقاء والله، بس يمكن بعض الشباب ما كانش مدركه. ان انا لما بفقد محاضره في المقرر ده بحس في اللقاء التاني ده ان انا مش في المود، مش فاهم، مش مستوعب. خلاص؟ انما ان شاء الله هنستكمل برضه بعض الامثله الاضافيه في المدين والدائن اللقاء القادم باذن الله، وبعدين نستكمل بعض الجزئيه الاخرى في المقرر. نلقاكم ان شاء الله بقى الاربع القادم باذن الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.